السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج الأوتوكاد كنا بنتعامل مع البلوك، وبعد شوية اتعاملنا مع البلوك ديناميك. هنا في حاجة أقوى من كده بكتير، اللي هي الفاميلي. تمام، يعني على سبيل المثال أنا عايز أحمل إير هاندلنج يونت في المشروع دوت. تمام، هخش على ميكانيكال إكيوبمنت، تمام، وأختار لود فاميلي. في مواقع كتيرة موجودة على النت أقدر أحمل فاميلي موجودة بكثرة. تمام، ده الميكانيكال لايبراري، أشوف الميكانيكال إكوبمنت، جنرال إكوبمنت، إير سايد إكوبمنت، إير هاند يونت. هتلاقي فيه أشكال كتيرة ممكن الواحد يشتغل عليها. تمام، زي ما حضرتك عايز، بتشوف ايه الحاجة الموجودة، ولو مش موجودة بتلاقي على مواقع كتيرة زي ريف سيتي في كمية فاميلي كتيرة جدا، ممكن الواحد يحمل اي واحدة. هحمل مثلا ديت، عايزين واحدة كده يكون شكلها حلو. ماشي تمام، هو توتر اندور اوبن. تمام، حطينا المكنة ديت. طب ايه الميزة اللي فيها اللي تعجبك عن البلوكة؟ اول حاجة ان هو عارف كل وصلة فين. يعني انا عندي هنا لما ادوس كليك يمين اختار درو بايب، عارف ان دي هتبقى بايب ولا هتبقى دكت ولا ايه بالظبط. كل بلوكة موجودة مش بلوكة عادية، لا ده فيها امكانيات كبارة بتسهل الشغل جامد. تمام اهو، تمام، فعارف ان البلوكه دي تخرج منها ايه، ايه اللي يخرج منها، هتخرج منها ميه ساقعه ولا سخنه، وايه الماس بتاعها، وكل الحاجات ديت موجوده فيها. تعال نشوف الشكل ده في 3D، 3D فيو. بلوكه جاهزه وفيها الوصلات بتاعتي. تمام، فمفيش مجال ان يبقى فيه اخطاء. كل مربع من دول معناه ان فيها كونكشن، اقدر اس كليك يمين واقول درو دكت واشوف اتجاه الدكت بتاعي فين وامشي عليه. ولو هرسم ضغط كبير او ضغط صغير او في مشاكل هو بينبهني لكده. تمام، يعني لو جيت هنا مثلا الناحية التانية وقلت انا عايز ارسم ضغط، درو ضغط، وقلت انا عايز الضغط ده يمشي كده، قال لي هو رسمه بس قال لي في مشكلة، دي مينفعش تعمل. تمام، فدي اكبر ميزة في الريفت، ان هو اولا فاهم، مش مجرد برسم خط، لا ده عارف ده ماسوره ولا ايه بالظبط، ايه الحاجات المسات اللي اقدر امشي بيها، امشي ازاي. فهو بيوفر لك للتصميم، ما فيش امكانيه للخطا اثناء التنفيذ. عمرو سليم.